شو علاقتي بباريس؟ ما بعرف، كل شي صار بالصدفة. هي مدينة محايدة بين نيويورك وبين بيروت، كنت انزل فيها ترانزيت لأشرب قهوة، ويوم من الأيام وأنا وبترانزيت قررت إنه بدي أعيش بباريس لما أصير 30. السينما حياة بتعكس حكاياتها كل تفاصيل دنيتنا، وعشان كده قررنا إننا نخرج من دايرتنا المعتادة. قررنا من خلال سينما أخرى إننا نستقبل أعمال قادمة بقى من دول مختلفة ومبدعين من خارج الوطن. الإبداع لا حدود له، والسينما في الحقيقة فهي لا حدود لها. السينما لا وطن لها، وطنها هو المبدع مثل هذه البرامج أيضا. علشان كده قررنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك إننا نوجه الدعوة، نوجه الدعوة لكل المبدعين العرب والمصريين في كل أنحاء العالم من خلال الصفحة يقدموا لنا أعمالهم، علشان نقدر نقدمها لكم من خلال سينما أخرى. ويمكن وسائل التواصل الاجتماعي بقت تتيح لينا الفرصة دي. تابعوا معانا أعمال قادمة من عالم آخر وسينما أخرى. اهلا وسهلا فيكم، وشكرا للاستضافه في برنامج سينما اخرى على قناه نايل سينما. النهارده هنروح لفرنسا، وتحديدا مدينه باريس واعمال المخرجه اللبنانيه فرح الهاشم. فرح الهاشم هتكون موجوده النهارده معانا بفيلمها اليوم الخامس. خليكم متابعينا، وحلقه مختلفه وسينما مختلفه وسينما اخرى. ومعانا من دبي من تونس بالافلام ايه الروائيه ليها للمغرب. صفحتنا على الفيسبوك قررنا اننا نستقبل تجارب المخرجين سواء المصريين او المغتربين من داخل ومن خارج مصر. من خلال سينما اخرى قررنا اننا ندور على كل ما هو جديد حتى خارج الحدود المصرية.